ورجعنا لحضراتكم بعد الاستراحة ووصلنا للفقرة الطبية. طبعا اليوم المفتوح أو بالمعنى المعروف اليوم الفري. معظمنا لما بيعمل دايت بيستنى اليوم الفري ده بفارغ الصبر، ويبدأ من أول يوم يجهز بقى أنا هاكل إيه وهشرب إيه، يفضل طول اليوم كله يأكل ويشرب الحاجات اللي هو ممنوع طبعا منها أكيد وقت الدايت. بس هل ده صح؟ هل المفروض يبقى يوم فري ولا هي وجبة فري؟ هل اليوم الفري ده اصلا حقيقه ولا هو خرافه؟ مفيد لينا ولا مضر لينا؟ طيب لو اخذنا اليوم ده وكلنا كتير وكلنا فيه كتير، هل في حل ولا لا كده خلاص الدنيا باظت مننا؟ كل ده هنعرفه النهارده من ضيفتي اللي منوراني مشرفاني، دكتور سالي فيكتور، اخصائيه التغذيه العلاجيه وعلاج السمنه من الفريق الطبي لشركه اون تارجت فارم. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك يا شيف. عامله ايه؟ الحاجات الحلوه دي ريحه جابتني من بره يعني. حلوه جدا. الله يخليك. تحبي القرنبيط يا دكتور؟ يعني انا بحبه، انا عارفه طبعا القرنبيط مش محبوب قوي، بس الطريقه النهارده كانت جديده وريحتها حلوه يعني تفتح النفس كده. طبعا انت منورانا النهارده، ربنا يخليك. بما ان الاسئله معظمها جه على اليوم الفري، لانه في ناس كتير قوي بتهتم بالقصه دي وبتبقى حرام منتظراه بشكل يعني مهم. ده يوم مهم جدا بالنسبه لهم، ده اهم يوم في الدايت. ايوه. انتوا بقى لما بتدوا كاون تارجت فارما يوم فري للبيشنتس بتاعتكم او الناس اللي بتتواصل معاكم بتاخد الانسيليم، بتديه لهم ازاي؟ هل هو يوم كامل وجبات الثلاث وجبات ولا وجبه، ولا المفروض افهم اليوم الفري ده ازاي؟ اليوم الفري طبعا عارفه الناس من اول ما نبدا الدايت تقول لي احنا هناخد اول يوم فري ده امتى؟ بعد اول اسبوع ولا بعد اول اسبوعين ولا بعد اول شهر هناخده امتى يعني؟ فطبعا هو اليوم الفري ده مهم جدا. انا لو لسه بادئ دايت دلوقتي يعني خلاص لسه ده اول يوم ليا في النظام الغذائي، بحاول انا اخلي اليوم الفري ده مثلا بعد اسبوعين او بعد ثلاث اسابيع، بحيث انا اهيئ الجسم شويه على النظام الغذائي، بعد كده نكسر بقى اللي هو اتعود عليه او مرحله الادابتيشن اللي الجسم ممكن يوصل لها باليوم الفري دوت. بس هو مش اليوم الفري، هي وجبه فري. يبقى احنا كده بنعدل بقى المصطلح. يعني هي وجبه فري. حلو. احنا طبعا في النظام الغذائي بتاعنا احنا دايما بقول للناس النظام الغذائي ما فيهوش حرمان، احنا بناكل كل اللي احنا عايزينه، المحشي والبيتزا والمعجنات ونشويات، كل الحاجات دي طبعا بكميات محسوبه او ان احنا بنكون مظبطين معاهم الكميات، وطبعا لما بنساعدهم بالكورس المساعد الموضوع بيكون اسهل شويه. لكن في اليوم الفري برضو الوجبات اللي هي ممكن تكون فيها مثلا كالوريز اعلى شويه او انا بحاول اتجنبها في طول فتره الدايت، يعني جانك فود بقى، الفاست فود، خروجه حلوه كده مع الصحاب. حلو قوي. بتكسر المود، بتغير اصلا يعني الجو العام بتاع النظام الغذائي، وبتخليه هو حتى يكون متقبل اكتر ان هو يكمل النظام الغذائي بعد كده، يفرفش كده ونغير النفسيه يعني بعيد عن بقى النظام الغذائي وكنا حاسبين الاكل هناكل ايه بالظبط وكميات والحاجات دي كلها. حلو. طيب قول لنا بقى، يعني احنا ناخد وجبه فري، المفروض الوجبه دي ناخدها في الغداء مثلا؟ يعني برضو قبل انتهاء الوقت، ولا بقى بناخد معاها الاناسيليوم؟ يعني قول لنا كده، لو احنا بناخد الاناسيليوم او احنا ما بناخدش الاناسيليوم هنعمل ايه؟ هو الوجبه الفري هو طبعا احنا بنفضل انها تكون وجبه الغداء، يمكن عشان احنا كمان في مجتمعنا وجبه الغداء اساسيه، هي اكبر وجبه وهي اكتر وجبه بناكل فيها، هي دايما بتكون متنوعه اكتر ما بين نشويات وبروتين والسكريات مثلا وسلطه والكلام ده كله، فهي اكتر وجبه احنا حاطين عليها الفوكس. يعني هو ممكن يعني لو حتى عايز ياخدها في الفطار، بس يقول لك لا انا هاخد في الفطار ما هجوع بقيه اليوم فهضطر اخد وجبه تاني في الغداء. فهي دايما الوجبه الفري بنفضل انها تكون وجبه الغداء، لان دي اكبر وجبه واكبر عدد من الكالوريز بيكون موجود فيها. وفي نفس الوقت انا ما بخليهاش وجبه العشاء، عشان انا مثلا لو هسهر مثلا قعدت شويه، فلحد ما ممكن وجبه العشاء لو هي مليانه شويه ممكن ما تتهضمش كلها، ممكن تتعب معدتي، ممكن تخليني ما انامش كويس، ممكن كمان اكل مثلا سكريات اخر اليوم فتحسسني بالجوع مثلا طول اليوم، لو انا مثلا بسهر شويه او بحب يعني اقعد شويه قدام التلفزيون قبل ما انام. فالحاجات دي كلها يعني احنا بنحاول نخلي الوجبه الفري احنا مبسوطين بيها وبنستمتع وبناكل اكل ممكن نكون مش متعودين عليه مثلا طول فتره النظام الغذائي، بس برضو بنحاول ان احنا ما نبعدش قوي عن المسار. أيوة. يعني احنا نفضل يعني الى حد ما في الطريق المظبوط، واحنا برضو يعني في النظام الغذائي لما بنقول للناس انتوا ممكن تاكلوا كل اللي انتوا عايزينه، لسه كنت هسالك، احنا ناكل اللي احنا عايزينه ولا لازم لحاجات معينه برضو؟ هو يعني احنا في النظام الغذائي لما بنقول للناس
احنا مشكلتنا مش قوي في نوعيات الاكل، احنا ممكن ناكل كل الاكل اللي احنا عايزينه، انا اهم حاجه عندي ان انا بظبط الكميات. طبعا طريقه طبخ الاكل بتفرق معايا جدا، يعني مثلا لو هو مقلي غير لو هو في الفرن غير هو مثلا سوتيه لو خضار، الحاجات دي كلها بتفرق معايا. لكن انا برضو في النظام الغذائي ببقى محتاجه كربوهيدرات، محتاجه نشويات، محتاجه سكريات، عشان الحاجات دي بتدي جسمي طاقه. فاحنا برضو في النظام الغذائي العادي ممكن ندخل محشي، ممكن ندخل بيتزا، ممكن ندخل معجنات، ممكن ندخل كذا حاجه، فهو برضو ما بيحسش ان الموضوع فيه حرمان قوي. يعني مش انا مش محروم خالص، مش في نوعيات اكل مانع نفسي منها تماما، غير طبعا لو هو مثلا مريض سكر او مريض ضغط، دي له موضوع كيسز تانية بالظبط. فهو في اليوم الفري احنا كسرنا الحاجز بتاع النظام الغذائي، كسرنا اللي كان الجسم متعود عليه عشان ما يدخلش في مرحله ادابتيشن ان هو يتعود وبعد كده نخش في مرحله ثبات وزن. لا، انا كسرت الجسم، خضيته كده، اديته وجبه هو مش متعود عليها وممكن تكون اكتر شويه، فده بيخليه يعني يتلخبط او ياخد شوك كده اللي هو ايه ده، ايه اللي بيحصل، لا ده انا ارجع بقى ايه تاني، احرق اكتر من الاول. فلما ارجع بقى تاني في النظام الغذائي بعدها واكمل عادي، الاقي ان الجسم لا انا عملت عجز سعرات تاني، فابتدي برضو الجسم يدخل في شوك تانية، فده اللي يخليه يحرق الدهون اصلا موجودة في الجسم. يعني احنا كده نقول ان الناس اللي بيبقى عندها ثبات وزن كمان بينفعهم اول يوم الفري ده؟ طبعا والله اكيد طبعا. اوكي، وبتمشيهم برضو على الاناسيليوم وقتها؟ ماشيين على الاناسيليوم. احنا يعني عايز اقول لك الاناسيليوم بالنسبه لناس كتير جدا دلوقتي بقى نظام حياه. يعني مثلا ناس تقول احنا خلاص اتعودنا مثلا على كميات الاكل القليله، بقينا متعودين يعني حاسس بالشبع طول اليوم، فانا مش قادر اصلا اكل كميات كبيره. في ناس تقول انا خلاص بعد يعني بعد النظام الغذائي وبعد كده فتره تثبيت الوزن خلاص انا اتعودت او ده بقى اللايف ستايل بتاعي، فبالنسبه لي مش هي الحاجه الممتعه قوي ان انا اطلع مثلا اكل وجبه اللي هي تقيله، او ان انا مثلا اكل حلويات كتير. في ناس لما بتقطع السكر كمان فتره طويله بتحس انها خلاص بقى مش عايزه تاكل سكر تاني. صح. فالوجبه يعني بالنسبه للاناسيليوم، في ناس كمان تقول انها ممكن مثلا لو انا عندي عزومه، عندي خروجه مع اصحابي، عندي مثلا عيد ميلاد، عندي مش عارفه، انا بحاول اساعد نفسي ان انا برضو ما اطلعش بره الفريم عشان انجح بالزبط في اللي انا عايزه اوصل له. بالظبط. فالناس طول ما بيبقى معايا دايما كيس الاناسيليوم في الشنطه، باخد الكوبايه الاناسيليوم قبل الوجبه بتاعتي اللي هي مثلا مع اصحابي اللي انا عارفه ان انا هاكل فيها اكل هو يعني فيه نسبه كالوريز مثلا عاليه او نسبه كالوريز اكتر، فاللي هو بنخلي الاناسيليوم بعد قبل الوجبه ديت، فبحيث ان احنا ايه نحس بالشبع فما نفتحش قوي في الوجبه، يعني اللي هو نبقى على ايه على الأدل برضه، بحيث ان احنا هناكل كل اللي احنا عايزينه وهناكل الاكل اللي احنا بنتبسط بيه وخروجه مع اصحابي وانا مبسوط وبغير المود وبغير الجو العام بتاع النظام الغذائي، بس في نفس الوقت انا ما اديتش جسمي كالوريز كتيره جدا جدا، عشان برضه بعيدا ان هو طبعا كالوريز اكتر ممكن تعمل لي تشوك مثلا البنكرياس، هيبقى ضغط عليه ان هو هيضطر يفرز كميه انسولين كتير. بالظبط. غير انها بقى كمان في حته نفسيه برضو كده ان انا الناس مثلا لو انا كنت متعود على العادات الغذائيه الغلط ديت وبعد كده خدت يوم كامل فري اللي هو انا طول اليوم باكل اللي انا عايزه، احس ان انا تاني يوم مش قادر بقى ارجع تاني احرم نفسي من الاكل او ان انا ما اكلش الاكلات، اللي هو ايه ده انا لسه هرجع بقى من بكره تاني واكل كميات مش عارفه. تقصدي بتبقى نقله صعبه، فاحنا عايزين نسهلها. بالظبط. يعني ما يبعدوش قوي. ايوه نبسطهم، بس في نفس الوقت ما يخرجوش قوي عن المسار او عن النظام الغذائي. وكده كده احنا اصلا بنخلي النظام الغذائي كله اكل احنا بنحبه او الاكل اللي متعودين عليه، فبرضه مش بنبعد قوي. يعني طب قولي يا دكتور، لازم شرط تبقى الوجبه الفري دي كل اسبوع، ولا ممكن مع بعض الناس مثلا تبقى كل اسبوعين على حسب وزنه؟ حسب التزامه. يعني لو انا مثلا طول الاسبوع فعلا ماشي ملتزم جدا بالنظام الغذائي، باخد الاناسيليوم مثلا، باخد معاه سلاك او باخد معاه كبسولات حسب هنتكلم دلوقتي عنهم طبعا، حسب الكورس اللي انا الدكتور محدده معايا في الشركه، انا خلاص مشيت على طول الاسبوع تمام جدا، مفيش مشكله ان انا اكافئ نفسي في اخر الاسبوع مثلا ممكن بحلويات مثلا كنت مش متعود عليها قوي، ممكن بوجبه فري في النص. الحاجات دي بتفرق في نفسيتي وبتفرق برده في جسمي وبتفرق ان انا كافئت نفسي، فده يخليني اقدر اكمل بعد كده في النظام الغذائي اللي هو انا عملت مجهود وحاسس بيه وفعلا عملت انجاز كبير، فده اكافئ نفسي بقى، فده بيخليهم يتشجعوا اكتر ويديهم هوب اكتر ويديهم بوش اكتر ان هم يقدروا يكملوا عادي في الاسبوع اللي بعده او الاسابيع اللي بعدها. انت عارفه هو انا اصلا اللي عاجبني في الفكره مش قادره اتطرق ليها ومش فارقه قوي ليه، لان الاناسيليوم انا عارفه ان هم بياكلوا كل حاجه. بالزبط. يعني مفيش حرمانيات ومش محدد لهم حاجات، بس ماشيينهم على اوقات
مظبوطه، يعني ياخدوا فيها الوجبات الحلوه بتاعتهم دي ايا كان. فخلينا بقى نتكلم كده ونقول لاصدقائنا لسه اول مره يتابعونا، قول لنا الاناسيليا من اول ما حد بيبدا يبعت لكم او يكلمكم على الارقام بتاعتكم، احنا دلوقتي يعني ننزل ارقام لحضراتكم، قول لنا تاني يا دكتور سالي الارقام وطرق التواصل، وبعدين نبدا نستكمل البدايه بتبقى ازاي معاكم بقى. احنا طبعا الارقام موجوده على الشاشه، ممكن من خلال المكالمات او من خلال ابلكيشن الواتساب، موجودين على السوشيال ميديا على الفيسبوك، صفحه اون تارجت فارما على الفيسبوك دي الاوفيشال بيج بتاعتنا، ممكن كمان من خلال صفحه دكتور نهال حافظ خبيره التغذيه، كمان موجودين على الانستجرام صفحه اون تارجت فارما على الانستجرام، وكمان صفحه دكتور نهال حافظ على الانستجرام. هايل. هو طبعا اي حد يعني بيدخل البيج بيبعت على المسجات، حد من الفريق الطبي بيرد عليه، بناخد منه هيستوري كامل، نعرف منه الوزن والسن والطول، المشاكل لو عنده مشاكل صحيه لا قدر الله، عنده امراض مزمنه، مشاكله في الدايت ايه بالظبط، ايه اللي مخليه مش قادر اصلا ان هو يعمل دايت، او ايه او هيخد كورسات مثلا تانية قبل كده، او خد كورسات تانية، او مثلا مشي على نظام غذائي لوحده، فطبعا النظام الغذائي ده ما بيكونش متوازن قوي، فده خلاه مش مقدرش يكمل، او كمان عمل أو مشاكل حصل ثبات وزن مثلا بالظبط. فاحنا المشاكل كتير يعني مش عايزه اقول لك، فاحنا على حسب بقى كل مشكله كل حد، وعلى حسب كيس كل واحد، على حسب هو عنده ايه بالظبط، احنا بقى بنحدد له الكورس المناسب ليه، سواء الكورس المكثف الكورس العادي، هل مثلا محتاج جنب الالياف الاناسيليوم ياخد معاه مثلا حاجه تعلي الحرق زي سلاك، محتاج كمان سكر دايت، محتاج اعشاب زي المورينجا، محتاج جرين كوفي، كل كورس بيكون على حسب كل حاله، طبعا كل حاله بيبقى ليها الكورس المخصص بتاعها، وكمان النظام الغذائي احنا بنفضل متابعين معاهم متابعه مجانيه طول مده الكورس او طول مده ما هو ماشي معانا بالكورس المكثف او الكورس العادي، يعني احنا بس مش بنديهم الكورس ونقول لهم بقى مع نفسكم، لا احنا بنديهم النظام الغذائي وازاي يتعاملوا مع الكورس طول فتره النظام الغذائي بالجرعات، وياخد ايه بالظبط وياخد ايه قبل ايه كويس. عشان هو مثلا لو واخد الكورس المكثف واخد اكتر من حاجه يعرف هياخد ايه الاول، هياخد ايه التاني، ايه قبل وجبه ايه، فكل دوت بيكون منظمين معاه اليوم كله، فبيحس ان الموضوع طبعا اسهل جدا وبيجيب نتائج سريعه وفوريه يعني. طب قولي لنا بقى يا دكتور اصحاب الامراض المزمنه مثلا امراض السكر والضغط ومثلا الغده، في ناس تبقى عندها مشاكل في الرئه، في ناس تبقى شايله الغده بتاخد علاج للغده مثلا، انا سمعت ان في بما ان دخلت معانا حالات فيما قبل يعني فقرات تانية ناس تعاملوا مع الاناسيليوم وكانوا شايلين الغده بالزبط. ونجحوا الحمد لله ان هم ينزلوا في الوقت، فكلمينا عنهم ان ده امن بالنسبه لهم وهو عباره عن ايه الاناسيليوم. ألياف الأناسيليوم هي طبعا ألياف طبيعية 100%، هي عبارة عن بذور سليم الشقراء، بس احنا مش واخدين البذور دي كلها، احنا واخدين منها لير طبقة معينة الطبقة الداخلية، لان الطبقة ديت عندي مهمة جدا لان هي غنية بمادة اسمها الميوسلتش، المادة ديت هي اللي بتنفش في معدتي او عارفة زي ما تحطي مية كده على حاجة فتروح مصها وتنفش، فهي نفس الفكرة، المادة دي بتاعها هي مادة جيلاتينية، احنا كل ما بحط لها ميه بتمتص الميه دي وحجمها بيتضاعف يمكن اكتر من حجمها مثلا 15 او ضعف 20 حجمها مثلا، فده اللي بيملى معايا حيز كبير جدا من المعده حوالي مثلا تلتين حجم المعده، فده طبعا بالجسم يعني هيفرز غصب عنه يقول له ان انت شبعان اصل ثلاث ارباع حجم المعده مثلا مليان، فده طبيعي جدا حاسس الانسان بالشبع. غير بقى كمان الالياف ان هي بتساعد الجهاز الهضمي ان هو يحسن عمليه الهضم، لو حد عنده مشاكل عسر هضم، عنده مثلا مشاكل امساك، عنده مشاكل في المعده مثلا، عنده تقرحات في المعده وعنده مشاكل دي كلها، الالياف اصلا طبيعيا انها بتساعد الجسم ان هو بتنظم عمليه الميتابوليزم او عمليه التمثيل الغذائي وبتساعد في عمليه الهضم، فاحنا لعبنا على تو في حته الالياف في ان احنا حسسنا احنا بنحس بالشبع، وممكن كمان ناس بتوصل لست وثمان ساعات كمان حاسه بالشبع، فدي فتره طويله جدا، انا تقريبا يعني اكلت اليوم بتاعي كله وانا حاسه ان انا شبعانه، بالاضافه كمان انا ببقى منظمه النظام الغذائي بتاعي وباكل برده اكلات بتحسسني بالشبع وغنيه بالالياف وغنيه بالبروتين وغنيه بمعادن ومينرالز جسمي محتاجها، كل ده بيخلي الانسان طول اليوم البيشنت بتوصل معانا هو حاسس بالشبع، وفي نفس الوقت بيدي جسمه كل العناصر الغذائيه اللي هو محتاجها، فبيكون الدايت بالنسبه له سهل جدا او نظام حياه يقدر يمشي عليه. ده غير بقى كمان ان احنا في الياف الاناسيليوم احنا حاطين فيه كمان غير الالياف الطبيعيه، احنا حاطين فيه كمان انزيم البرومالين، الانزيم ده حلو جدا لان هو مستخرج طبيعي من الاناناس، يعني برده ماده طبيعيه 100% اورجانيك. الانزيم ده حلو جدا في الجسم لان هو بيلعب على الخلايا الدهنيه الموجوده في جسمي، سواء بقى هي موجوده في منطقه البطن، منطقه الارداف، في الدراع، الكلام ده كله هو بيدخل على الخلايا الدهنيه ديت ويروح مكسر الدهون اللي موجوده فيها، فبيكسرها لوحدات اصغر بيخليها احماض امينيه، فده بيخلي الجسم سهل ان هو يتعامل معاها ويبقى يحرقها، فبرضه بتساعد في عمليه الحرق.
الميزه كمان الاكبر بقى في الانسيليم ان هو مدعم ب 50% فيتامين سي. هايل. فطبعا فيتامين سي مش عايز اقول لك بقى يعني فوائده كتيره جدا جدا يعني. اه قولي لنا عنه يا دكتور برضه. بما اننا فتره الشتاء بنحتاجه برضه يعني طبعاً. بنحتاجه حتى جداً. لو الولاد بياخدوه مثلا كحاجه خارجيه زي الاقراص الفواره او احنا بنحتاجه جوه مكون لان احنا عارفين في الدايت كلنا بنبقى عندنا حاله ايه يعني ما بناخدش طبعا الكميه كده مش كل الاكل بيبقى صحي والكميه بتاعتنا بتقل فممكن يحصل لنا هبوط وممكن يحصل لنا نقص في الفيتامينز وممكن يجي لنا شحوب في البشره في حاجات كتير بقى دور البرد اللي ماشي اليومين دول دور ده قاسي جدا قاسي جدا وفتره البرد وتغير الفصول ده ففيتامين سي مهم جدا ان هو فيتامين سي بيلعب دور مهم جدا في المناعه وانا المناعه بالنسبه لي غير ان هي الجيش اللي بيحمي جسمي وبيخليه يكون قوي وبيبني العضلات والحاجات دي كلها بيخلي جسمي صحي اكتر ده كمان كل ما جسمي كان صحي اكتر كل ما هيخليه يحرق الدهون اكتر عمليه التمثيل الغذائي وعمليه الاي تكون مستمره بشكل متوازن او بشكل مستمر فده يخلي جسمي لو انا اكلت هو قادر ان هو يهضم الاكل دوت يكون جسمي فيه طاقه وفيه صحه وفيه حيويه ان انا اقدر امارس حياتي الطبيعيه بشكل عادي جدا اروح شغلي اروح جامعتي او المدرسه اروح امارس حياتي لو انا حتى سيده منزل اقدر امارس اعمالي المنزليه بشكل عادي جدا وانا مش حاسه بهبوط مش حاسه بتعب مش حاسه بدوخه كمان بيساعدنا ان احنا نتفادى بقى المشاكل التانية التجميليه شويه اللي هي ممكن تحصل لي فتره الدايت لو انا عملت نظام غذائي غلط زي مثلا شعري بيقع بشرتي بهتانه هالات سودا الشفايه مثلا متشققه الضوافر بتتكسر كل الحاجات ديت انا لما بعمل نظام غذائي متوازن بيكون فيه كل الفيتامينات والمعادن اللي جسمي محتاجها وانا كمان بسبورت معاه بمكمل غذائي تاني ساعدني ان انا اشبع طول اليوم ما حسيتش نفسي ان انا بحرمان خالص ادى جسمي برده فيتامينات ومعادن هو محتاجها ادى لجسمي نسبه من فيتامين سي كل دوت بيخلي فتره النظام الغذائي او فتره الدايت ان انا بطلع منها فعلا نزلت في الوزن بشكل صحي بشكل امن ما دخلتش نفسي بقى في مشاكل صحيه تانية ممكن تحصل فكل ده مع ده كل دي عوامل بتساعد ان انا بعد فتره الدايت اقدر عادي اكمل بقى فتره تثبيت الوزن والتثبيت دي بنمشي على الانسيليم برضه بنمشي على الانسيليم برضه بس ممكن الجرعه بتختلف شويه قولنا بقى بتبقى يعني مثلا لو انا في النظام الغذائي مثلا انا بالنسبه لي اكتر وجبتين ممكن مثلا الخبط فيهم وجبه الغداء ووجبه العشاء فاحنا ممكن ناخد الالياف مرتين في اليوم مره قبل وجبه الغداء ومره قبل وجبه العشاء فتره التثبيت يعني الناس بتكون اتعودت شويه انا خلاص بقالي فتره طويله ماشي على النظام الغذائي فخلاص اتعودت او حصلت لي يعني خدت معلومات كتير عرفت عودت جسمي شويه فممكن نقلل الانسيليم بنخليها مثلا قبل وجبه الغداء بس كويس. وفي ناس كمان بعد ما بتخلص كمان فتره التثبيت اللي هو دايما بيبقى الانسيليم معاهم في الشنطه لو انا مثلا عندي خروجه بقى فسحه يعني هياخدوه في حياتهم بقى الطبيعيه عاديه مرتاحين اللي هو طبيعي 100% فما عندوش اي مشكله ان هو يتاخد على اللونج تيرم او على مدى طويل يعني مش يعمل لي اي مشاكل تانيه مش هو مثلا ليه فتره معينه بعد كده ممكن كلمينا عن السيلاك بقى لما بتدعموه مع كورس لبعض الشخصيات او بعض الحالات بيبقى ليه؟ السلاك انا عايز اقول لك انها تركيبه مش موجوده في الماركت يعني السلاك هو فريد من نوعه جدا في التركيبه ديت ان هو بيتكون من اربع حاجات بيتكون من ال كارنيتين مع كافيين مع فيتامين سي مع كروميوم كويس الاربع عناصر دول انا لعبت على عمليه اللايبوليسيس او عمليه حرق الدهون من الاول ما بتكون موجوده في الجسم لحد ما الدهون دي كلها بتتحرق انا لعبت على الاربع محاور بتوعها او الاربع ستيبس اللي هي بتبقى موجوده في الجسم بشكل طبيعي طبعا لان ال كارنتين ده موجود عندي في الجسم اصلا بصوره طبيعيه فانا لما ادخله ال كارنتين كمان من بره ده بيخلي الجسم ان هو يحرق الدهون بشكل اسرع جدا او يطلع الدهون من مراكز التخزين يوديها لمراكز الحرق غير بقى ان كمان الكافيين احنا طبعا عارفين ان الكافيين يعني هو حلو جدا الناس بتحب تشرب قهوه او مثلا او جرين كوفي علشان نسبه الكافيين فكمان احنا مدعمين سلاك بنسبه عاليه من الكافيين فده بيساعد الدهون اللي انا خدتها بالال كارنتين وديتها لمراكز الحرق كمان دخلت لها الكافيين علشان بقى يحرقها كويس يعني انا كمان مش نقلتها وخليت الجسم يتعامل معاها لا انا دخلت له كمان عامل مساعد ساعد الجسم ان هو يحرق الدهون دي بشكل اكبر العنصر كروم او كروميوم العنصر ده مهم جدا لان ده زي عامل محفز اصلا برضو موجود في الجسم بس بيحفز عمل ال كارنتين بشكل اكبر او هو زي بيشجعه اكتر يخليه يشتغل بشكل احسن فلما برضو اديله مكمل غذائي من بره ده بيخلي ال كارنتين يشتغل بشكل كبير جدا وطبعا مع فيتامين سي اللي هو بيساعد برضو الجسم زي ما اتكلمنا عنه فالتركيبه ديت يعني مش عايز اقول لك يعني هي طبعا تنفع مع كل انواع الدايت
وهي تركيبه مش هتلاقيها في يعني مش موجوده مش في موجودة. الماركت، ان بيبقى في برودكت فيه الاربع عناصر دول مع بعض، فدوت التركيبه دي بتخلي الجسم فعلا يكون محرقه دهون. طب ما تقولي لنا طرق التواصل تاني يا دكتور. طرق التواصل عشان في ناس بتقول عايزين ما شفناهاش، فننزلها حاضر من عينينا لكل اللي اتصلوا دلوقتي. ننزل طرق التواصل مره تانية لحضراتكم، ارقام دي خاصه بارقام تليفون واتساب، يعني في سهوله واتساب في التواصل. يعني ممكن يكلمونا عادي من خلال الارقام، لو لقيوا الارقام مشغوله بس عشان ضغط المكالمات ممكن يتواصلوا معانا من خلال الابلكيشن واتساب بتتواصل. تمام بالظبط. موجودين بقى على السوشيال ميديا بقى على الفيسبوك، صفحه اون تارجت فارما على الفيسبوك، برده صفحه دكتور نهال حافظ على الفيسبوك، وموجودين كمان على الانستجرام، صفحه اون تارجت فارما على الانستجرام، وبرده صفحه دكتور نهال حافظ على الانستجرام. طيب قول لنا بقى نصيحه كده للمشاهدين الكرام في اخر فقرتنا، نستغلها او نستثمرها عموما فتره فصل الشتاء. بس فصل الشتاء ممكن احنا بنكون بنحب ناكل فيه اكتر اكتر ما بنشرب ميه، فاحنا بنقول للناس ان احنا نفتكروا تشربوا لازم نفتكر نشرب ميه، اهم حاجه الميه يا جماعه. الناس بنشرب ميه جدا في الشتاء، فطبعا الميه مهمه جدا لجسمي، ده غير ان احنا في فتره الشتاء ممكن نميل اكتر للنشويات او الكربوهيدرات، فاحنا بنحاول برضو ان احنا نبدا مثلا بطبق السلطه الاول، بعد كده ناخد البروتين، بعد كده نختم بالنشويات علشان اكون جسمي شبع اكتر او حاسس بالشبع اكتر، الافاده بقى من الحاجات المفيده، الحاجات المهمه بقى اللي انا محتاجاها. أيوة. اكتر. وطبعا قبلها بقى الاناسيليا، فاحنا الموضوع الجوع ده احنا بننساه خالص، يعني دايما شبع طول اليوم، فيعني دي كل يعني بسرعه كده. حبيبتي يا دكتور ميرسي ليكي علي، طبعا بس ربنا يخليك. يعني دايما منوراني، ودايما ان شاء الله موضوعات كتير. كل ما اصدقائنا يبعتوا لنا حاجه اوعد حضراتكم ان شاء الله ان احنا هنسال فيها الدكاتره بيبقوا موجودين معانا، ونجاوب على حضراتكم كل سؤال على حده، مش هننساكم ابدا. واسمحوا لي طبعا اشكر ضيفتي اللي شرفتني نورتني، دكتور سالي فيكتور، اخصائيه التغذية العلاجية وعلاج السمنة من الفريق الطبي لشركة اون تارجت فارما. نورتيني وشرفتيني، ربنا يخليكي. نوري. واشكر طبعا حضراتكم كل مشاهدينا الكرام اللي بيشوفوني من خلال شاشة قناة الاهلي، تحية وحب وتقدير لحضراتكم، واتمنى من الله والله يكتر على الله اشوفكم من هنا الحلقة جديدة على الف خير وصحة وسلامة وسعادة، وسلام عليكم.